هلا وانا حموشي، رجعنا لكم لعبة شاب وبنت بشخصية فرانك. يلا نبدأ. بدأنا. حلوة هاللعبة، انصحكم تنزلوها، ممتعة. نحاول نجمع الذهب. رابط هاللعبة في صندوق الوصف. خلنا ناخذ هذا المغناطيس، راح يجر لي هواي. شوفوا راح يسحب لي. اذا ذهب ما عفتها يعني عفتها راح يجيب لي يعني. شوفوا الكنز الاول اخذته. ادي اخذ اثنين. المز ذيك طيارة اخذتها. ياي راح اجمع هواي، راح اجمع 200، بقالي قليل. ياش جمعت 200. يلا ابدا اجمع هواي. اذا اخذت 100 هواي كلش. راح اطب المرحلة المنجم. يلا حلوة المرحلة، شوفوا. يلا خل ننزل. اغمز راح اخذني، راح اشمل الشرطة علينا قنبلة. جمعت 400. يس جمعت 400. مغناطيس اخذته. ومرحلة السيارات الكنس الثاني. يلا واو. حلوة هاي المرحلة. وجمعت 500. واو جمعت لا ما راحت هناك. يلا عادي ادي هواي ذهب. انا نجمعهم. قفاز اخذته. يلا اقمز. اريد اني تطلع لي طيارة. خلاص الحذاء القفاز صح. اخذت لسرعة النقاط. جمعت 600 اكثر من 500. واو جمعت هواي. ايه راح اقمز. 1 2 3 4. واو اقمزت. قفاز ما اريد اخذه. يلا ايوه اخيرا ما اخذته، لان هو صعب بهالمرحلة. اذا اخذته يلا انزل اخيرا. بعد راح اقمز. انسرع نقاط. اخذته. يلا يلا راح نصعد هنا. راح اقمز. ها راح تمشيني احسن من تمشيني. اخذت لي سرع النقاط. يلا جمعت 800. هوي واو. يلا ايه مغناطيس. يس يلا واو جابت لي 2 قمزات. يلا جمعت هو. راح اجمع 900 وعبرت المرحلة. ياي مرحلة القطارات. حلوة هالمرحلة.
راح اخذ القفاز اللي انا هنا ما يخسر بسرعة. يلا، واو حلوة كلش هاللعبة. واو راح اجمع الف، وجمعت الف ياي. راح اخذ قفاز وقماشي بسرعة نقاط. لا ايوه اخيرا ما اقدر اقماشي هنا فوق. ما راح اعيد مرحلة الحلويات، لا ما اريد. يلا واو واو انا سريع. واو مرحلة الغابة. أخذت القفاز لأن هنا يفيد. واو نشوف كم كنز. واو الرابع واي. يلا واو، ولهنا خلصت حلقتنا، ولا تنسون لايك والاشتراك بالقناة، ومع السلامة.